نيجي بقى لحد تاني حاول يضحك على نفسه مش على جمهور النادي الأهلي في تصريح بيستهين بالنادي الأهلي وما حققه في كأس العالم للأندية، وبيحاول برضه يغير التاريخ كعادته وضمن محاولاته الدائمة إن هو يعمل تاريخ غير حقيقي هو في عقله فقط، وهو عمرو الدردير. نطلع ونشوف الفيديو ونعقب بالورقة والقلم. رأي حضرتك في التصريح بقى بتاع المهندس خالد مرتجي؟ ما ده من استكمالا للمبالغة، تصريح الكابتن خالد مرتجي ده مبالغة مش مطلوبة. طب يا فندم، هو أنا النادي الأهلي يكسب ويعمل إنجاز؟ إحنا ما حدش يا فندم خليني بس أخلص كلامي. أنا النهاردة ببقى مرتين تالت أعلام الأندية، ما يبقاش عندي طموح إن آخد البطولة دي في يوم من الأيام؟ تاخدها إزاي يعني؟ تاخدها من بطل أوروبا؟ يا فندم تاخدها، ما نتكلم كلام عقلي يا جماعة. طب ما ناخدها مرتين تالت. أنت عايز تفهمني إن الأهلي هيجي يوم من الأيام قريب، يعني انا مش بتكلم على المستوى البعيد، هيكسب بطل اوروبا، هيكسب بطل امريكا الجنوبيه. ايه المشكله؟ اتفضل. اولا هي نقطتين، النادي الاهلي يغلب بطل اوروبا. شفنا فليك مدرب بايرن ميونخ وهو بيقول لموسيماني ان هو ازاي يحترم فريق النادي الاهلي، وكان عامل حسابه ان لو ما اداش النادي الاهلي قدره كل الامور وارده، وهيفضل عندنا طموح لان النادي الاهلي طول عمره كده طموحه لا ينتهي ان احنا في يوم هنفوز على بطل اوروبا. هنفضل عندنا طموح ان وارد في يوم حلمنا يتحقق ونحقق كاس العالم للانديه، لان ده طموح مشروع. ولكن اللي هو طموح يتحقق فعلا الفوز على بطل امريكا الجنوبيه، اللي انت بتقول ان النادي الاهلي عمره ما يقدر يكسبه، لا، النادي الاهلي فاز على بطل امريكا الجنوبيه وادى الى اسوأ مشاركه لبطل امريكا الجنوبيه، واول مره فريق من امريكا الجنوبيه يفشل ان هو يحقق المركز، قصدي يقدر يحقق المركز الرابع نتيجه ان فريق افريقيا يتخطاه، كان هو النادي الاهلي. النادي الاهلي معيار صعب جدا. النادي الاهلي وانت بتشوفه كل مره في كاس العالم للانديه ومشاركاته المستمره، اكيد هتتعب، اكيد هتزعل، اكيد هتحاول تعوض ده، بس ما عندكش حظوظ ان انت تقدر تعوضه غير في خيالك، وغير ان انت تقعد تنتقص من النادي الاهلي. باشمهندس خالد مرتجي وكل من في ادارة النادي الاهلي وكابتن محمود الخطيب على رأس الجميع عنده حلم يخص النادي الاهلي. حلم ده لا يمكن تصريح ولا يمكن اي كلام يوقفهم عنه، وانا بعني لا يمكن اي كلام يوقفهم عنه، لان اللي في النادي الاهلي عارف قدر النادي الاهلي كويس قوي. نطلع لفاصل عشان نكون معاكم بعد الفاصل في آخر فقرات.